السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. قبل ما نبداو لا فيديو ونشوفونا انا رايحين هاد الخطره بخلا بروميير فوا، راح نديموندي منكم ديروا لي جيم في لا فيديو وديروا لي ابوني. اليوم رانا في تلمسان اقصى الغرب الجزائري، وتلمسان بكري كان اسمها بو ماريا، وكلمه تلمسان معناها الينابيع المرتفعه. تلم معناتها المرتفعات، وسان هي الينابيع ولا المياه. وتلمسان كما نعرفوها منطقة سياحية فيها حدائق، شواطئ، غابات، مغارات ومعالم إسلامية وثقافية اللي معروفة بهم. أغلب هذه الأماكن قسمناهم على 3 أيام، تقدروا تقولوا درنا تلمسان في 3 أيام. نهار الأول درنا مغارات بني عاد، شلالة الوريد، مسجد الموحدين وضريح أبي مدين. نهار الثاني درنا المنصورة، قصر المشور وهضبة لالاستي. ونهار الثالث رحنا المغنية، درنا في سوق مغنية، شاطئ مسكردة قعدنا فيه شوية، ورحنا الميناء مرسى بن مهيدي. وهذا الأوتيل اللي راكم تشوفوا فيه هذا أوتيل بو ماريا، ولا نقدر نقوله غيزيدونس بو ماريا، جاي في المنصورة يعني قريب لكاع المعالم. أوتيل شباب نقي مليح، فيه بيسين. حنا جينا مع أجونس دونك لي بخيما عندناش باسكو ما كايناش باغ نويتي، دونك خلصنا لأجونس كومبليتمون في الفواياج اللي جينا فيه. واللي حاب يشوفوا بلوس دو ديتاي يروح الانستغرام، راني حاطاتو كومبلي. الحاجه اللي عجبتني في هذا الاوتيل بارابور لي زوتر اوتيل، بعيد كل البعد على الضجيج، ما كاش الحس، بعيد على طريق و او ميم طون قريب لكلش. دونك ديمارينا مع جي سونتر صباح 8، وصلنا العشيه كامل تلمسان، وصلنا للاوتيل ريحنا شويه، ابخي حبتنا ريحنا في لابيسين ورحنا تعشينا. نخليكم تكملوا تشوفوا الاوتيل ولا بيسين، ومن بعد نروحوا للمطعم تاع كازا غاسترو اللي تعشينا فيه. دونك هذا هو الريستورون اللي جينا كلينا فيه، ماهوش بعيد بزاف على الاوتيل، عنده لي بلا تراديسيونال وعنده فاست فود وعنده ثاني لي ديسير، ولي بري تاعو ريزونابل. الماكله تاعو بنينه وبخوبر، عنده دو سال، وحده لتحت وحده لفوق، وعنده شوا ثاني نسيت باش نقول لكم، ولي سالاد بيان سور. احنا مع الصباح نضنا شويه بكري باش نروحوا لمغاره بني عاد. هذا هو البيتي ديجوني تاع الاوتيل واش فيه. وصلنا للمغارة شويه بكري، ما كانش كاين الغاشي، كان شويه سخانه برا، بصح داخل المغاره كاين بروده. دوك نحكي لكم شويه على المغاره. هنا برا تلقاو هادو ما اللي يبيعوا لي سوفينير. صحيت بارك الله فيك. يقول لك 1 كيلو 400. هنا غير تدخلوا المغارة تلقاو القانون الداخلي للمغارة، ممنوع التدخين، الاحترام المتبادل، ممنوع الكتابة على الصواعد ولا النوازل كيف كيف، ممنوع لمس الصواعد. ومن بعد نفهمكم علاش عدم الخروج من الممر، تاني ما لازمش نديباسيو هذوك لي بارير بلون اللي رانا نشوفو فيهم تاع الحديد هذوك. ما ناكلوش لداخل وما نرموش النفايات بيان سور. والحاجه الاهم نحترموا اوقات الدخول وسورتو اوقات الخروج، باش شركش واحد ينساوه لداخل، دونك لازم اللي يدخل يدير حسابو. هاد المغاره واسمها مغاره بني عاد، جايه في بلديه عين فزه ولايه تلمسان وين رانا دوك. هاد البلاصة تحفة فنية طبيعية، وصدقوني لو كنتو ليها تحسوا روحكم في
ان اوتر موند. ومكان سياحي بامتياز في تلمسان، ما كاش يجي لتلمسان وما يديش في راسو يجي للمغارة هي الاولى. تقع على بعد 57 متر تحت الارض، والطول ديالها 700 متر، ودرجة الحرارة الداخل هي 13 دوغري، 13 درجة ثابتة ما تبدلش. صح لي يدخل ليها يحس فيها واحد البرد، برودة شديدة، عندي غير راهي ناقص واحد ولا ناقص اثنين، سورتو في السخانة بارابور برا والداخل، الداخل تحسو برد شديد. وهاد المغارة عالميا تصنف الثانية من حيث الديكور تاعها، ومن حيث الجمال تصنف الأولى إفريقيا. والصواعد والنوازل الكلسية اللي رانا نشوفو فيهم حابطين نسمع هادوك شغل قطرات هادوك، يزيدوا بواحد سنتيم كل 100 سنة، كل قرن يزيدوا بواحد سنتيم يكبروا. وهاد الصواعد والنوازل كيما تكبر وتنمو تقدر تموت نهائيا وتتوقف عن النمو نهائيا. كاين واحد العوامل اللي خلوها تموت وتحبس النمو تاعها كيما راهي ولا تموت كومبليتوم. العامل الاول هو الفلاش تاع التليفون، ما لازمش الفلاش تاع التليفون يجي في هاد الصخور الكلسيه، يعني اللي يروح يزور تما مليح لو كان يصور بلا الفلاش. ديجا راهم دايرين الضو، ديجا نورمالمون هاد الضو تاني توقي للضر والله اعلم، مي لو فلاش تاع التليفون يقتلهم ديريكتومون. العامل الثاني هو سبحان الله كي نمسوهم بيدينا ولا نقيسوهم ولا نخلطو فيهم، يعني اي حاجه راح تدخل على دير عليهم تغيير راح يموتوا ويتوقفوا عن النمو نهائيا. دونك لي راح تما دي بريفيرونس ما يمسش. والعامل الثالث هو كيما تتهواش المغاره، لازم لها تتهوى. ديجا ما كاش مغاره مغلوقه كومبليتوم، كي تكون طبيعيه يكون فيها دائما فتحه ولا دخله. دونك هنا هاد المغاره كيجوا ليها الزوار دايرين لها يوم الاحد ودايرين لها بوز في وسط النهار باش يهووا فيها هاد المغاره. دونك اوقات زيارة تاعها من 9 تاع الصباح ل 7 تاع العشيه، وكيما قلت لكم كل يوم مفتوحه ابار نهار الاحد يوم التهويه. واخر معلومه عندي على هاد المغاره انه ما يقدرش يقعد فيها انسان فوق 30 دقيقه لداخل، راح يتخنق وما يقدرش يتنفس. مور ما كملنا زياره تاع المغاره رحنا لشلالات الوريد، ما راهيش بعيده على المغاره. كما راكم تشوفوا هاد البلاصه شابه بزاف وغنيه عن التعريف في تلمسان. كاين بزاف روايات على شلالات الوريد بكري، منها التسميه تاعها. كاين روايه تقول بلي هاد الاسم يعود الى اسم الوريد، يعني كلمه الوريد. اما الروايه الثانيه تقول بلي بكري كاين واحد الحاكم يحب يجي بزاف يقعد في هاد البلاصه، وكل ما يولي يقولوا له طولت، وعلاش طولت في هذيك البلاصه وينك تروح. كان لي سقسيه يقولوا لو ريت، يعني لو كان شفت لو ريت سموها لو ريت. وهذا الجسر الحديدي اللي رانا نشوفوا فيه بناه كوستاف ايفل، هو نفس الشخص اللي بنى لا تور ايفل. وهذا الجسر اللي جاي في شلالات لوريت اللي شفناه دوكا هو كان السبه باش يدوا الحديد من الجزائر ويبنوا به لا تور ايفل. وبكري كانوا عبارة عن 3 بيرك، كانوا 3 بيرك ماشي وحدة كيما راهي دوك، وكانوا يعوموا فيهم. والتلت بيرك هادو كان اسمهم الفروج الزرقاء والطبول او الطبل، كانوا مصب تاع 7 شلالات في تلمسان اللي حابطين من لالا ستي. وعلى هذيك لالا ستي بكري كان اسمها لا فيل دي سورس. ولينا من شلالات الوريد رحنا لمسجد العباد اللي بناوه المارينيين تكريما لابي مدين بن شعيب، وكي توفى دفنوه في عين المكان، دفنوه هنايا. دوك نشوفو الضريح تاعو. دونك في هاد البلاصه كاين الجامع هذا اللي رانا فيه، كاين ضريح وكاين حمامات وكاين مدرسه قرانيه. واسم خلال الجامع وباش يعاونوا يديروا.
زاد فوسي اغوش. دخلي برك طليت شنو جامي 2 سنتي في حياتك. دخلي دخلي حنا ما فاسش الكافي. فاسش برك الكافي. هذه اللي رانا فيها المدرسة القرآنية جاية فوق المسجد، والضريح والحمامات كما شفناهم جايين من تحتها. المشرف على هذا المكان قالنا بلي جاو ناس من المغرب باش خدموا لنا هذا الزليج وهذاك الديكور اللي راهو في الفوقة كامل. بعد يوم شاق ويستاهل هذا النهار، تعلمنا فيه بزاف حاجات، عرفنا به بزاف بلايص شابين. رحنا نتعشاو مع الجروب كامل في هذا الريستورون واسمو مطعم مراكش. هاوليك المنيو تاعو، الماكلة تاعو بنينة، سيرفيس رابيد، والقاعدة عندو تاني تشباب كما راكم تشوفو. كل حاجة تراديسيونيل مخلطة شوية بالمودرن، دونك تحسو روحكم بلي بدلتو ولاية، تحسو روحكم في الغرب الجزائري، تحسو بلي كاين اللمسة تاع تلمسان. حتى لهنا ويخلص النهار الأول تاعنا في تلمسان، دوزنا نهار شباب تقدرو تقولو زرنا كامل تلمسان في نهار واحد. مازال برك لالاستي ومازال المنصورة، تبعونا في الفيديو الجاي ان شاء الله، راح نديرهم في الفيديو الجاي هما مغنية. رحنا تاني القصر المشور، لكن مع الاسف لقيناهم دايرين تورناج رمضان، دونك لقيناهم مغلوق ما قدرناش ندخلو. كي تروحوا للمشور تاني كاين وين تاكلو كاين وين تقعدو، دونك ما تخموش. وعلى سيرة الاكل حبيت نقولكم بلي ملي بلاد المعروفة بهم تلمسان والغرب الجزائري هي الكرانطيطة، واللي هي في الاصل كلمة كران معنتها الاكلة الساخنة. في الفيديو الجاي ان شاء الله نحكي لكم حكايتها.